السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في موضوع جديد. وموضوع اليوم إن شاء الله سوف يكون حول رؤى لا يجب تفسيرها، يعني رؤى إذا رأيناها. خمس رؤى سأذكرها الآن إن شاء الله، إذا رأينا واحدة منها لا نطلب تفسيرها وحتى لا نحكيها حتى لأقرب الناس، لا تحكى. كيف يعني نتعامل مع هذا النوع من الرؤى؟ فقط نخرج صدقة بنية دفع الضرر عنا، وكذلك الاستغفار 100 مرة وصلاة ركعتين بنية أن الله أن يدفع عنا هذا الضرر. فلنبدأ. هناك خمس رؤى من رآهم في منامه لا يحكيهم إلى أحد ولا يطلب تفسيرهم. أول هذه الرؤى هي سقوط الأسنان، خاصة سقوط الضرس أو سن على الأرض، أو من رأى أنه يدفن ضرسه أو سنه، رؤية غير محمودة بتاتا. الرؤية الثانية هي رؤية الميت يأخذك معه إلى مكان مجهول، كذلك رؤية غير محمودة. ثالث الرؤى رؤية الأفراح والأعراس. في الأصل أفراح والأعراس هي رؤية جيدة، لكن رؤية الأفراح والأعراس مع الصخب، مع زغاريد، مع عزف، مع غناء، مع رقص، غير محمودة بتاتا. رابع رؤى هي رؤية فقد شيء غالي وثمين، أن يرى الإنسان في منامه أنه يفقد شيء غالي وثمين، ربما إسورة من الذهب، ربما شخص عزيز عليك، ربما بيت عزيز عليك، المهم شيء تراه في منامك غالي وثمين يعني يضيع منك، لا تحكي هذه الرؤية. وآخرها هي رؤية أن الطعام قد نفد، لا نحكيها لأحد.